لو اعرف ان امك بعد المشكله دي هتنقلك الاوضه الالاجه دي انت وورد وتحللنا بقنا كنت كهربتك بنفسي. والله انا لو اعرف كنت حاطط صابع بالفيشه بنفسي. انت عملت كده عبيط، وفي حد يطلع جد في النجف من غير ما يفصل الستينه؟ يوه يا علي ابني، وحيت امي ورحمه ابويا فصلتها. هو انت ليه مصمم انت ورد تثبتوا ان انت تفصل السكينه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ مين اللي رجع رفعها تاني؟ اي حوار من الزملاء. ليه ما كانش عارف ان برده في النجف افتكر السكينه نازله بالغلط عم رفعها بالبساطه دي. مين هيكون عايز يعمل فيا كده وهو قاصد بالعينه يعني؟ طب ولو رفعها ده ما رجعش اعتذر ليه وقال ان انا اللي عملت كده؟ يمكن خايف بعد اللي حصل. ثم احنا متضايقين ليه؟ مش لسه بنقول دلوقتي؟ والله انا لو اعرف هو مين هشكره. انا اللي عايز اشكرك يا امين. ليه؟ مش مهم، بشكرك وخلاص، ما تدقش. ما انا اقول لك ايه بقى؟ امي ورده قالوا لي اللي انت عملته معايا وانا مش هنا. ما عملتش حاجه، انت اخويا. وبعدين انت عمرك ما كنت مش هنا. هو انت عامل ايه؟ انا كويس. ونزلي هانم عامله ايه؟ خلاص بقى ما بقتش نزلي هانم. بقت مدام مربيه.